هذه رسالة إلى كل المسؤولين اليمنيين في اليمن بأكملها. من السهل أنك تطلب من الشعب أنه يصبر على الجوع والفقر وانقطاع الخدمات والبنية التحتية، بينما أنت راكب سيارة 2022 واقف على منصة ووراك 12 مرافق. أنا عمري في حياتي ما شفت الشعب اليمني كاره شهر رمضان زي ما شفته السنة هذه. كل ما أسأل يعني 90% من الناس كيف تحضيراتك الرمضانية، متحمس لرمضان؟ لأن أنا أحب رمضان ومتحمس له. أشوف الناس كلها تتمنى ما يجي، الناس ما عندهاش حاجة في بيوتها، الناس على شفير مجاعة حقيقي. الكهرباء غالي، البترول معدوم، الغاز معدوم، السلع أسعارها نار. يا أخي أنتوا بتفكروا زي ما إحنا بنفكروا عندكم حلول ولا لا؟ يا أخي إذا ما عندكمش حلول سيبوها. وبعد هذا كله تكتشف إنه ما في ولا طرف يمني في هذا الصراع مستعد إنه يقدم تنازلات بسيطة عشان ينهوا الأزمة. لو كل طرف قدم تنازل وضغط على نفسه في ناحية كان انتهت من زمان، لكن هم مش فرقان معاهم، عايشين في أبراج عاجية والسيارات والعماير، واللي عايشين برا اليمن وقاعدين في الفنادق الخمسة نجوم، والشعب 60 داية. يا شعب اليمن، يا أهل الإيمان والحكمة، الباعة المتجولين اللي تشوفوهم في الشوارع يبيعوا خضار أو فواكه أو منتجات أولية على الأرصفة، هذولا مش نصابين على فكرة. يمكن بضاعتهم رديئة بعض الشيء من كثر قعدتها على الرصيف دون ما يلتفت لها أحد أو يشتري منها، لكنهم مش نصابين. هذولا ناس التسول والشحاتة هتدر عليهم أموال أفضل، لكنهم فضلوا يأكلوا من شقاهم ومن عرقهم لقمة حلال. ارحموهم، ساعدوهم، أوقفوا جنبهم. رمضان جاي على الأبواب ومواسم التسوق هتبدأ، مش ضروري تشتري كل حاجة من السوبر ماركت، مش ضروري تدف العربية كده وتعمل نفسك باشا بين الرفوف. اشتري من السوبر ماركت وخلي حاجة ثنتين اشتريها من الباعة المتجولين. والله حاجة بسيطة، أشياء بسيطة أنت تشوفها تافهة قد تصنع فرق. ساعدوهم يفضلوا شرفاء. والله ما عاد بقي لنا هذه الأيام غير المراحمة بيناتنا البين، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا ردي لكل الناس اللي يسألوني أنت ليش يا عم أيمن ما بتشارك في حملات جمع التبرعات لعتق رقاب اليمنيين القتلة اللي عليهم دية في السعودية؟ وأنا أقول لك ليش. المطلوب لآخر حملة الآن 800 مليون ريال، وأنا متعاطف مع الرجل الله يفك كربته، لكن في سجون اليمن في آلاف الرجال أرباب الأسر اللي مسجونين من سنين طويلة عشان عليهم مبالغ صغيرة. في ناس له 7 و8 سنين مسجون في 1 و2 مليون ريال. ليش ما تروح تفكوا كربة هؤلاء الناس؟ 800 مليون تقارب مليار، والمليار ممكن تخلي مئات الرجال وربما آلاف الرجال يصوموا هذه السنة مع أولادهم ويرجعوا يصرفوا على أسرهم. أنتوا بس في ناس عندها أزمة الرياء، عندهم عقدة الأجنبي إن إحنا لازم هو في السعودية يبقى إحنا لازم. طيب أنا متعاطف مع الحملة، لكن في ناس في اليمن يستحقوا الدعم أكثر. لكن إحنا اليمنيين دائما خيرنا لغيرنا، يسيب جاره في نفس العمارة يموت جوع وروح يتبرع لحملة أبو فلة، يسيب واحد يمني مسجون في نفس المدينة معسر في دين بسيط له سنوات مرمي بالسجن وروح يتبرع بأضعاف المبالغ لواحد في مدينة ثانية. يعني وتشتوني أنا أشارك في هذا العبث؟ الله لا قال. من أغبى الأشياء اللي بنسمعها مؤخرا على السوشيال ميديا حكاية وانت ايش دخلك إذا الفيديو مش عاجبك مشي يا أخي بدون فلسفة. لا يا بابا، الحكاية مش كذا. مدام حضرتك قررت إنك تصنع محتوى وتقدمه للعامة اللي هو إحنا الجمهور، ومحتواك دخل بيوتنا وطلع في تليفوناتنا، فمن حقنا إن إحنا ننتقد العمل اللي أنت بتقدمه ونقول رأينا فيه. إذا كان حلو هنقول حلو، وإذا كان سيء هنقول سيء، وإذا كان بيتعارض مع قيمنا ومبادئنا العربية والإسلامية ومع أخلاقياتنا هنقول لك لا، احترم نفسك، العمل هذا غير صحيح. أما حكاية إذا مش عاجبك الفيديو لا تتفرج، فهذه كلمة حق يراد بها باطل. أخطر سلاح في العالم الآن هو السوشيال ميديا اللي قادر يغسل أدمغة شعوب بأكملها، ورؤوس الناس فارغة ومستعدة تستقبل أي شيء. يكفي فقط أنك تجيب فيديو ما له معنى وتحط عليه كلام ما له معنى وتحط موسيقى حزينة وهتشوف تفاعل ملايين البشر معك، مثل هذا الفيديو اللي جايب أسد بيزأر وكاتب يا إلهي ماذا أصاب هذا الأسد حتى يصرخ وينادي بسم الله بهذه القوة، والأسد قاعد يزأر عادي.
والتفاعل، عشرات آلاف اللايكات والتعليقات وملايين المشاهدات. هكذا يتم غسل أدمغة الشعوب حول العالم. فلا تدع السوشيال ميديا تغسل دماغك وتزيف ما تراه عينك. إلى كل العرب اللي قاعدين يشمتوا الآن في الأوكرانيين، ترى هذولا مدنيين، فيهم نساء، فيهم أطفال. النساء والأطفال خارج اللعبة. المدنيين الأوكرانيين ما كان لهم أي يد في القرار اللي اتخذته الحكومة الأوكرانية بالمشاركة في غزو العراق. ما يجوز الآن وين ما رحنا نلاقي الشماتة في الأوكرانيين، حتى مشاهد الأطفال تتريقوا عليها. لا هذا إسلامنا، ولا هذه أخلاقنا، ولا هذا الدين نبينا محمد. بغض النظر عن توجهاتك السياسية، أنا أول واحد أؤيد روسيا لكسر سيطرة القطب الواحد الأمريكي على العالم، لكن هذا لا ينفي إنسانيتي وتعاليم دين الإسلامي في أن أتعاطف مع طفل يتعرض للرعب أو للقتل. أتعاطف مع النساء ومع المسنين. راجعوا حساباتكم قبل ما تنزلوا فيديوهات وتعلقوا بكلام خارج عن ملتنا.